استيراد باقي المنشأ بتاعنا. دي المسج اللي بتطلع بعد 10 دقايق من موضوع الاوتوماتيك سيف، بيقول لك اتس تايم تو سيف يور ورك، دو يو وانت تو سيف يور موديل ناو، بمعنى ان هو هنا بيطلب منك ان انت اللي تعمل عمليه السيف، مش بيعملها بشكل اوتوماتيك في ملف افتراضي زي برنامج الاوتوكاد. فمجرد ما تضغط اوكي يبقى انت كده كانك انت اللي عملت السيف بالظبط. طيب انا كده خلصت استيراد الدور بتاع سقف البيزمنت، عايز استورد سقف الارضي، هعيد نفس الخطوه بالظبط، هقول له فايل import dxf of architectural plan، واقول له انا عايز اجيب الملف اللي اسمه ground، الوحدات بالمتر، الدور الجراوند، واقول له اوكي. طيب ليه ما ظهرش في 3D ولا في 2D؟ زي ما اتفقنا ما ظهرش في 2D علشان انا مش واقف في الدور، لو طلعت للدور الجراوند هلاقي الرسمه جت معايا، وفي 3D ما ظهرش لان احنا ضغطنا على علامه الصح وقلنا له الغي لي الاركتكتشرال بلان لاير. طيب لما اجي اشتغل دلوقتي ينفع اروح تاني اضغط كليك يمين على الايتابس كولم واقول له ارسمها لي والايتابس وول. انا برضو هقول لك على تريكه حلوه ممكن تعملها، اعمل سيلكت اوبجكت تايب واختار كل الكولمز والوولز، طبعا انا بضغط كنترول وبختار الحاجه الثانيه وهقول له سيلكت كولومز، وبعدين هقول له اديت ريبليكيت في الدور الجراوند، يبقى انا كده عملت لهم ريبليكيت ما عملت لهمش رسم. طيب ايه فائده ان انا عملت حاجه زي كده؟ انا كده كده عندي الاعمده كلها زي ما هي والشير وولز زي ما هي. لو انا هنا كده لقيت ان الاعمده ما طلعتش منطبقه على البولي لاين اللي انا جايبه من الكاد زي ما حصل دلوقتي، يبقى في الحاله دي كان هيبقى عندي قناعه ان الدور ده ما اتنقلش عند الصفر وصفر من نفس النقطه وان في ترحيله ما بين الدورين. لكن لو طلع الدور منطبق زي الشكل اللي موجود قدامك، يبقى انا كده بقيت متاكد ان انا جايب الاعمده بتاعتي بشكل سليم، وفي نفس الوقت متاكد ان العمود اللي في الدور اللي فوق متصل بالعمود اللي في الدور اللي تحت وبينقل الحمل بتاعه بشكل سليم. انا كل اللي هعمله دلوقتي انا ممكن اروح في 3D وافعل الاكسترود عشان لما يجي نرسم تبقى الحاجه باينه، وهرجع تاني لل 2D هقول له درو بيم واقول له هنا انا عايز البي 25 في 70، كليك يمين على ايتابس بيم 25 واقول له اد بيم اوبجكت. طبعا يا جماعه ترتيب الرسم مش ثابت، يعني انت عايز تبدا بالاوبننج ابدا، عايز تبدا بالنون نبدا، عايز تبدا بالكاميرات، عايز تبدا بالاعمده زي ما انت عايز. هقول له هات لي البي 12 في 70، كليك يمين على ايتابس بيم واقول له اد بيم اوبجكت، بدا يرسم لي الكاميرات. بعد كده هقول له درو سلاب، ممكن اهو ابدا بالنن، كليك يمين على ايتابس نن واقول له اد اريا اوبجكت، وبعدين اجيب الاوبننج، كليك يمين على ايتابس اوبننج واقول له اد اريا اوبجكت، لاحظ المنور الثاني واتعمل، وبعدين هجيب الاس 20 واقول له كليك يمين على ايتابس سلاب اد اريا اوبجكت. وزي ما عملنا المره اللي فاتت هقوم اختار البلاطه دي واقول له اساين شيل سلاب سيكشن وادي لها اس 12، وبعدين اختار الكانتليفر واقول له assign shell slab section واقول له ضيف لي S15. عشان كده انا مش محتاج اعمل نن، لان انا ينفع اهو اختار الجزء ده لوحده، خلي بالك كده ينفع اختار الجزء ده لوحده. لو انا كنت ضمته للبلاطه اللي فوق وكان نفس القطاع يبقى كنت هحتاج ان انا اعمل نن في المنطقه دي كمان، يبقى انا كده خلاص مش محتاج ان انا اعمل نن. هقول له show undeformed shape. طيب انا عندي بقى الدور المتكرر كان نفس الشكل ده بالظبط، بس الكاميرات دي مش موجوده والبلاطات كلها 20، يبقى انا ممكن اختار الدور ده كده من ال 2D واقول له edit replicate story واقول له كرره لي في الدور الاولاني، ما تعملش بقى في الثلاث ادوار، كرر في دور وبعد كده ابقى اعمل له replicate. وهطلع على الدور اللي فوق اهو، الكاميرا دي هختارها واعمل لها ديليت، الكاميرا دي والكاميرا دي كذلك هعمل لهم ديليت، الكاميرا اللي هنا هعمل لها ديليت، وبعدين هختار البلاطه دي والبلاطه دي واقول له assign shell slab section، ادينهم القطاع اللي اسمه اس 20. طيب هل الفاصل اللي في النص ده هيفرق معايا في حاجه؟ اطلاقا، لان احنا قلنا قبل كده ان هو اصلا البرنامج بينه وبين نفسه بيبدا يعمل عمليه تقسيم علشان يقدر يحصل على دقه اعلى. الفاصل ده هما مش مفصولين عن بعض، ده مجرد بس حد عشان انت اللي تبقى شايف ان دي بلاطه ودي بلاطه. طب انا ما ينفعش اخليهم حاجه واحده؟ ينفع اختار البلاطتين دول كده واقول له من قائمه edit shells merge shells، يوم اخليهم لي بلاطه واحده، وارجع اختار دي مع دي واقول له edit shells merge shells، يخليهم لي برضو بلاطه واحده. لو ضغطت كليك يمين بقت كلها على بعضها
بلاطه واحده، وما كانش ينفع من الاول ان انا اختار الثلاثه مع بعض، لان هو بيبقى غالبا عايز يطلب منك اتنين شل فقط لا غير. طيب كده الدور المتكرر اقدر ان انا اختاره كده واقول له edit replicate، اعمل لي تكرار لده في الدور الثاني والثالث وفي الروف كمان بالمره، احنا كده كده هنعدل على الروف هنا على طول، وهقول له اوكي. اطلع للدور الروف، طبعا ده اسهل لي من ان انا كنت عامل له دي اكس اف لوحده. طيب في الدور الروف كان كل الجزء ده كده مش موجود، اقدر اختاره واعمل له ديليت. طيب حدود البلاطه بتاعتي كانت هنا، وبرده ممكن الغي النن خالص فوق مش شرط ان انا اعملها. هقوم جاي قايل له دروس لاب، سواء بقى بالريكتانجل او بالبولي لاين ايا كان، هقول له دروس لاب واختار الاس 20 واقول له انا عايز ارسم بلاطه من هنا لهنا. ممكن برضو نقف بالماوس هنا لو احنا عايزين، اهو مش شرط ان انا اكمل لتحت يا جماعه، انا ممكن اخش هنا كده وانزل لتحت كده، يبقى انا كاني اصلا لغيت الجزء ده خالص من السقف بتاعي اهو. دي كده البلاطه بتاعتي، وفي الحاله دي انت لو مسحت الاوبننج خالص من هنا اهو كانها مش موجوده اساسا، يبقى انا كده لغيت الجزء اللي هنا. كذلك في الدي اكس اف برضو كان ممكن وانا بعمل البولي لاين او جاي اعملها بالمنظر ده كده بالظبط. حد هيقول لي طب يا باشمهندس اصل دي في الكاد كانت جايه عدله كده لتحت. خلاص انا لو عملتها هنا كده يا جماعه مش فارقه معايا في اي حاجه خالص، عايز ان انت تروحها للنقطه دي هنا كده برضو مش هتفرق في حاجه. فالحاجات الصغيره دي ما بتفرقش معانا في التصميم في اي حاجه خالص. طيب انا كده خلصت الروف بتاعي، يبقى انا كده خلصت خطوه الدرو، وده كده المشروع بتاعنا في ال2 دي وفي ال3 دي بالشكل اللي انت شايفه. يبقى انا كده بدل ما عملت خطوه درو عملت خطوه امبورت ورسمت المشروع بتاعي بالشكل ده. يبقى خطوه الدرو خلصت، اقدر اتنقل للخطوه اللي بعدها بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. اقول له سيلكت باي اوبجكت تايب واقول له اختار لي الفلورز، ولما بنقول له فلورز بيختار لي البلاطات بس ما بيختارش النن. النن موجوده تحت باسم نال اريا. هقول له فلورز واقول له سيلكت كلوز اساين شيل لود يونيفورم، واقول له مثلا انا عايز اضيف لايف لود قيمته 2 من 10 واقول له ابلاي. وممكن اعمل بريفيوس سيلكشن واقول له ضيف لي فلور كفر قيمته 15 من 100 واقول له ابلاي، وهكذا نفس الطريقه بالظبط. ممكن اضيف بيها الحوائط. ولما هتدخل باذن الله في الكورس بتاع التصميم على موضوع تصميم الاسقف والمشروعات هتعرف بالظبط القيم بتاعه اللودز اللي احنا بنضيفها دي بتيجي منين، يعني هي مش قيم ثابته يا جماعه ولا حاجه. طيب انا كده ضفت الاحمال الاساسيه بتاعتي، عايز بقى اضيف مثلا اللايف لود الزياده على البلاطات النن. ممكن اقول له سيلكت باي اوبجكت تايب واقول له انا عايز اختار النال اريا بس، البلاطات النن بس، واقول له اساين شيل لود يونيفورم واقول له انا عايز اضيف لايف لود. طيب قيمه اللايف لود كام؟ ركز بقى هنا كده، انا عندي هنا في بلاطه اصليه اصلا مرسومه انا ضفت عليها 2 من 10 لايف لود، انا عايز التوتال على السلم يبقى 3 من 10، يبقى انا محتاج اللايف لود يكون عليها لوحدها 1 من 10. طب اقول له اد تو اكزيستنج لود ولا ريبليس اكزيستنج لود؟ طبعا يا جماعه مش هتفرق في حاجه لان انا ما ضفتش على النن دي حاجه قبل كده، انا اللي ضفته على البلاطه الاس 20 والبلاطه الاس 12 والبلاطه الاس 15. يبقى انا هقول له 1 من 10 واقول له اوكي. يبقى في الحاله دي البلاطه الاصليه عليها 2 من 10 والنن عليها 1 من 10. طب ليه مش باينه؟ لانها اتكتبت تحت الاوبننج، لو ضغطت عليها كليك يمين ودخلت على اللودز عليها 1 من 10، والبلاطه الاصليه اصلا عليها 2 من 10، يبقى التوتال في المنطقه دي 3 من 10. طيب تعالى بقى للجزء بتاع الكانتيليفر، المفروض برضو ان انا اختار الكانتيليفر واضيف عليه الحمل بتاعي. بدل ما اقعد اختار بلاطه والدور اللي بعديه بلاطه والدور اللي بعديه بلاطه، عندي طريقتين اسهل. يا اما من تحت من على اليمين اقول له اول ستورز واضغط كليك على البلاطه بتاعتي، ام قايل لي ان هو مختار بلاطه واحده، طبعا عشان احنا عملنا ميرج فوق فما جابليش البلاطه اللي فوق، لو انا ما كنتش عملت ميرج كان هيختارهم لي في الادوار كلهم. طيب بالمناسبه انا لما عملت كده ميرج فوق ما بقاش ينفع ان انا اختار الجزء ده لوحده علشان اضيف عليه الاحمال بتاعتي، يبقى في الحاله دي كان الافضل ان انا ما اعملش ميرج. طيب خلينا نعتبر بقى ان احنا عملناها واشوف ازاي هتعامل معاها. انا في الدور اللي تحت هختار دي لوحدها عادي، وممكن اقول له سيلكت باي اوبجكت تايب، اسف باي بروبرتيز، لان احنا هنا عايزين بقى الاس 15 بس، واقول له هات لي الاس 15. طبعا لازم يكتب لي واحد شيل سيلكت ده، واقول له اساين شيل لود يونيفورم،
واقول له ضيف لي لايف لود 1/10. هنا بقى يا جماعه لازم اقول له اد تو اكزيستنج، لان انا اخترت ده مره قبل كده وضفت عليه 2/10، يبقى يا اما اقول له 1/10 واد، يا اما اقول له 3/10 وريبليس. فلو قلت له اد وقلت له اوكي يبقى هنا التوتال 3/10. طيب تعالى بقى الجزء مثلا زي ده كده، ازاي اقدر اضيف على المنطقه دي حمل؟ انا عايز اضيف دلوقتي حمل قيمته 1/10، وفي نفس الوقت انا خلاص عملت ميرج وما عملتهاش. طبعا هنا بيقول لي عايز تسيف ولا لا، هقول له اوكي. لو انا جيت ارسم هنا بلاطه هلاقي ان هو اصلا كده كده ما بيعملش البلاطه اقواس صريحه، يعني لو لاحظت هتلاقي القوس هنا بيجي اجزاء اجزاء. يعني انا ينفع اقول له درو سلاب واختار من تحت القطاع اللي اسمه نن وابدا ارسم انا الجزء النن بتاعي كده هنا اهو بالشكل ده كده اهو، عند كل نقطة هو مقسم عندها كده الكير، أبدأ أعمل الشكل بتاعي. يبقى أنا كده رسمت البلاطة النن. لاحظ إن أنا لما جيت أرسمها كنت مختار من تحت أول ستوريز، أم رسمها لي في الأدوار كلها. ممكن أعمل كنترول وزد أرجع الخطوة دي تاني وأرجع تاني من جنب اليونتس أقول له خليها لي 1 ستوري وأقوم راسم البلاطة بتاعتي تاني، أو ينفع أخليها سيميلار ستوريز، ممكن أخليها سيميلار ستوريز لأن أنا قلت له الأدوار اللي شبه بعضها هي أنهي أدوار، وأقوم جاي عامل البلاطة بتاعتي بالمنظر ده كده. لاحظ في الـ 3D إن هو رسمها لي في الثلاث أدوار. أختار البلاطة دي وأقول له assign shell loads uniform، وهنا هضيف لها live load قيمته 1/10 فقط، ومش هيفرق معايا برضو add أو replace عشان أنا ما ضفتش عليها أي حاجة قبل كده. يبقى البلاطة الأصلية عليها 2/10 ودي عليها 1/10. طيب كان ممكن اعمل طريقه ثانيه، كان ممكن ان انا اختار البلاطه اللي تحت دي واعمل لها ريبليكيت فوق تيجي هنا كده فوق البلاطه الاصليه، وارجع اقول له ان القطاع بتاعها ده اعمل له اساين وادي لها القطاع اللي اسمه نان، يبقى كده بقت بلاطه وهميه. بعد ما تخلص ارجع تاني للسيميلار ستوريز وخليها 1 ستوري علشان ما تتلخبطش في اي حاجه ثانيه. طبعا الركائز اللي تحت متظبطه، لو انت عايز تغيرها تخليها فيكسد تقدر تغيرها تخليها فيكسد. ده كده الشكل بتاع ال 3D موديل بتاعك، كده خطوه الاساين انت خلصتها والمنشا بتاعك اصبح جاهز ان هو يتعمل له رن. طبعا لو هتعمل رن او هتعمل حاجه زي كده يفضل ما تبقاش مفعل الاكسترود علشان الانيميشن تشتغل معاك وعلشان الجهاز ما يكونش تقيل معاك، لان كل ما كانت الاكسترود متفعله والمشروع اكبر كل ما الجهاز بيكون اتقل معاك وبياخد وقت اطول في الرن وفي الشغل بتاعك. طيب انا هعمل رن بس علشان اوريك الشكل النهائي بتاع المنشا بعد الرن هيكون عامل ازاي. لاحظ برضو ان انت عندك الالوان اللي موجوده، لو انت عايز تعدل اي حاجه فيها تقدر تدخل تعدلها من ديفاين. يعني في واحد ممكن يكون اللون الاصفر ده بالنسبه له مزغلل او مش باين، يقدر يدخل على الديفاين بتاع السكشن ويغير اللون الاصفر ويديله اي لون من الالوان الغامقه. دلوقتي البرنامج اهو اتخلص الرن، لو انا قلت له ستارت انيميشن هتشوف شكل الانيميشن بتاع المنشا عامل ازاي. وخلي بالك الشكل اللي بيحصل قدامك ده مضروب في سكيل كبير، يعني مش دي القيمة الحقيقية، ما تتوقعش ان المنشأ هيتحرك في الطبيعة بنفس المقدار ده. الحركة اللي انت بتشوفها دي في الاخر ممكن تطلع مثلا 3 ملي 4 ملي، يوم ما هتتمعظم ممكن تطلع معاك 2 سنتي ولا حاجة، يعني لو الاسبانات كبيرة. فما تبقاش متخيل ان الحركة كبيرة، احنا اللي يفرق معانا في الانيميشن ان احنا نتأكد ان المنشأ بيتحرك كله مع بعضه كوحدة واحدة، مفيش كاميرا طايرة لوحدها، مفيش بلاطة طايرة لوحدها وهكذا. ولاحظ ان ميزة الالوان برضو في الـ 3D انها بتبين لي ان كل حاجة موجودة بقطاع لوحدها. تحت خالص عندي الجزء اللي على اليمين S12 واللي على الشمال S20، الدور اللي بعديه عندي الـ S15 والـ S12 والـ S20، وكل الادوار اللي فوق معمولة بـ S20. يبقى انت كده عرفت ازاي تعمل عملية استيراد كاملة من برنامج الكاد لبرنامج الايتابس، وكمان ازاي اقدر اعمل الادوار المختلفة وازاي اقدر اوفق ما بينها وازاي اقدر اوحد النقط بتاعتها لحد ما اوصل في الاخر لخطوه الرن. هنحاول باذن الله برضو على الويب سايت يكون في ورشه عمل موجوده ضمن ورش العمل على مشروع اكبر شويه، يكون في تعقيدات شويه او في افكار شويه، ونشوف ازاي ممكن ان احنا نتعامل معاه في الدي اكس اف. وزي ما قلت لك الفرق كله هيبقى ان انت بتعيد الخطوه مره واثنين وثلاثه على حسب عدد الاعمده وعدد المناور وعدد الكاميرات وهكذا. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليك، ونكمل إن شاء الله مع بعض في الفيديوهات اللي جاية.